فاز السرطان ورحل أبرهون. استيقظت كرة القدم الوطنية اليوم الأربعاء على وقع صدمة وفاة الدولي المغربي محمد أبرهون عن سن ناهز 31 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان. أبرهون كان قد صدم متابعيه قبل أسابيع بعدما أعلن إصابته بمرض السرطان منذ أزيد من 7 أشهر، ما دفعه إلى الابتعاد عن الملاعب من أجل الخضوع للعلاج. خبر الإصابة بالداء الخبيث وحد اللاعبين المغاربة وكافة الفرقاء الرياضيين الذين أعلنوا عن تعاطفهم ودعمهم للراحل في محنته قبل أن تتطور حالته الصحية بشكل متسارع في الأيام القليلة الماضية. وجاور ابن مدينة تطوان العديد من الأندية في مساره الكروي، حيث حمل قميص فريقه الأم المغرب التطواني وكان قائدا له لسنوات قبل أن ينتقل لفريق موريرينس البرتغالي ومنه إلى ريزيسبور التركي، لينتهي به المطاف في صراع قوي ليس مع المهاجمين على أرضية الملعب بل مع مرض دخل معه في منافسة غير شريفة انتهت بفوز هذا الأخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.